متحف إسلامي في العالم، متحف الفن الإسلامي. مصر اشتهرت على مر العصور بأنها مهد الحضارة ومنبع التاريخ والفن بمختلف الأشكال، وموعدنا مع أكبر متحف إسلامي فني في العالم. يعتبر متحف الفن الإسلامي من أروع وأهم المتاحف الإسلامية والتاريخية في العالم، وبيضم مجموعة فريدة من الفنون الإسلامية اللي بتعود لعصور مختلفة وبتعكس تنوع الحضارة الإسلامية وتطورها في مختلف بقاع العالم الإسلامي. المتحف كمان بيحتوي على مكتبة تضم أكثر من 13 ألف كتاب ومجموعة من المخطوطات النادرة بمختلف اللغات، وقسم خاص بالفن الإسلامي في مصر. أما القسم الثاني فبيحتوي على الآثار الإسلامية لبلاد الأندلس وأسبانيا بقطع فريدة مميزة جداً. المتحف أهم حاجة بتميزه إنه بيحتوي على أكتر من 100,000 قطعة أثرية بتتضمن مجموعات هي الأثمن في العالم، زي باقة قايمة من الخزف الإيراني والتركي، بالإضافة لمجموعة من التحف المعدنية والسجاجيد، إلى جانب مقتنيات من بعض البيوت الأثرية بالقاهرة زي بيت السيدة زينب خاتون، واللي احتوى منه المتحف على العملات الذهبية والفضية. كمان المتحف بيضم 10 أقسام داخلية بتتضمن مجموعة متنوعة من القطع الأثرية المنتمية لعصور مختلفة زي العصر الأموي والعباسي والعثماني وغيرها كتير. المتحف مكان قادر ياخدك يرجعك بالزمن لورا وانت بتتمشى فيه، لأنه يعتبر واحة ثقافية تجمع بين التراث والفن في نفس الوقت، ومصدر إلهام لكل باحث عن جمال وعمق الحضارة الإسلامية. المتحف حقيقي مكان يستحق الزيارة، وسعر تذكرة دخوله 20 جنيه بس، ومفتوح يومياً من 9 صباحاً ل5 مساءً. وكالعادة، لأن الأماكن الحلوة في مصر ما بتخلص، استنونا الحلقة الجاية علشان تعرفوا أماكن جديدة.